المحاضرة الثالثة. تمرين واحد. شركة صناعية مسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة تنتج سلعة ليست من السلع الخاضعة لضريبة الجدول. أظهرت البيانات الآتية عن شهر أغسطس 2018. بلغت قيمة الفواتير الضريبية التي أصدرت خلال الشهر 50,000 جنيه. قيمة المدخلات المشترية خلال الشهر بلغت 30,000 جنيه. سعر الضريبة على القيمة المضافة 14%. المطلوب 1. حدد آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي عن الشهر. 2. احسب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة. حل التمرين. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي تكون بعد 60 يوما من نهاية شهر أغسطس، أي في 30 أكتوبر 2018. وحيث أن السلع المنتجة ليست من سلع الجدول وخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، فعليه يتم تطبيق الخصم الضريبي. ضريبة القيمة المضافة المستحقة تساوي الضريبة على المخرجات ناقص الضريبة على المدخلات. 50,000 في 14% ناقص 30,000 في 14% يديني 2,800 جنيه. تمرين رقم 2. من التمرين السابق افترض أن السلع المنتجة تخضع لضريبة الجدول بسعر 5% وكذلك تخضع للضريبة على القيمة المضافة. المطلوب احسب ضريبة الجدول والضريبة المستحقة على القيمة المضافة. حيث أن السلع تخضع لضريبة الجدول وللضريبة على القيمة المضافة، فيتم تحديد ضريبة الجدول أولاً، ويكون وعاء الضريبة على القيمة المضافة عبارة عن مجموع قيمة المخرجات وضريبة الجدول، ويلاحظ أن ضريبة القيمة المضافة على المدخلات تخصم من الضريبة المحسوبة على القيمة المضافة. الحل: ضريبة الجدول عبارة عن قيمة المخرجات 50,000 جنيه في سعر ضريبة الجدول المعطى 5% 2,500 جنيه. ضريبة القيمة المضافة بتساوي قيمة المخرجات زائد ضريبة الجدول في سعر الضريبة على القيمة المضافة 14% ناقص ضريبة القيمة المضافة على المخرجات. إذن 50,000 قيمة المخرجات زائد 2,500 ضريبة الجدول، الكل مضروب في 14% ناقص قيمة المدخلات 30,000 في 14% يديني 3,150. إذن إجمالي الضريبة المستحقة تساوي ضريبة الجدول زائد الضريبة على القيمة المضافة. 3,150 زائد 2,500 يطلع 5,650 جنيه. تمرين رقم 3. منشأة خدمية وليكن مكتب محاماة مسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتقدم خدمات لا تخضع لضريبة الجدول، وفي ما يلي بيانات تخص شهر أبريل 2018. قيمة الخدمات المقدمة للعملاء خلال الشهر بلغت 100,000 جنيه، وبلغت قيمة المدخلات المشتراة خلال الشهر واللازمة لمزاولة النشاط 10,000 جنيه خاضعة للضريبة. المطلوب حدد آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي وكذلك قيمة الضريبة المستحقة على القيمة المضافة. الحل: 1. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي عن شهر أبريل 2018 هو 15 يونيو 2018، وهو يمثل استثناء لأن السنة المالية للحكومة تنتهي في 30 يونيو. تمرين رقم 4. طبعا عاوزة تحصر تقدم منشأة خدمية مسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الخدمات المقدمة غير خاضعة لضريبة الجدول، فإن البيانات الأكيدة على القيمة المضافة تكون عبارة عن الفرق بين الضريبة على المخرجات والضريبة على الخدمات المقدمة للعملاء خلال الشهر بلغت 200,000 جنيه. قيمة المدخلات المشترى خلال الشهر 13% القيمة المضافة 1,600 جنيه 9,000 جنيه. سعر الضريبة أو ضريبة الجدول 10%. المطلوب احسب ضريبة القيمة المضافة المستحقة. الحل: حيث أن المخرجات خاضعة لضريبة الجدول فقط، فلا يتم تطبيق نظام الخصم الضريبي في هذه الحالة، وتكون ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الشهر عبارة عن قيمة المخرجات في سعر ضريبة الجدول 200,000 في 10% 20,000 جنيه. تمرين رقم 5. تنتج شركة صناعية مسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة أجهزة تكييف، وفيما يلي البيانات الخاصة بشهر أغسطس 2018. إجمالي مبيعات أجهزة التكييف خلال الشهر 1,000,000 جنيه لعدد 150 جهاز، بالإضافة إلى ضمان بمبلغ 1,000 جنيه محصل عن كل جهاز مباع.
إجمالي المدخلات المشتركة خلال الشهر والخاضعة للضريبة على القيمة المضافة 400,000 جنيه. أجهزة التكييف خاضعة لضريبة الجدول بسعر 8%. المطلوب احسب ضريبة الجدول المستحقة وكذلك الضريبة المستحقة على القيمة المضافة. الحل: ضريبة الجدول المستحقة 1,000,000 في 8% 80,000 جنيه. ضريبة القيمة المضافة المستحقة تساوي ضريبة القيمة المضافة على المخرجات متضمنة ضريبة الجدول زائد ضريبة القيمة المضافة على مقابل الضمان ناقص ضريبة القيمة المضافة على المدخلات المشترى تساوي 1,000,000 جنيه مبيعات أجهزة التكييف في 14% زائد 1,000 جنيه قيمة الضمان في 150 جهاز مباع في 14% ناقص 400,000 في 14% يطلع 116,200 جنيه. إذن إجمالي الضريبة المستحقة عبارة عن ضريبة الجدول 80,000 زائد الضريبة على القيمة المضافة 116,200، المجموع 196,200. تمرين رقم 6: البيانات الآتية تتعلق بمنشأة تجارية للبيع بالجملة مسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة وذلك عن شهر سبتمبر 2018. إجمالي المبيعات خلال الشهر 300,000 جنيه. إجمالي تكلفة البضاعة المشترى خلال الشهر 180,000 جنيه. نسبة خصم الكمية على المبيعات 10%. المطلوب احسب الضريبة المستحقة على القيمة المضافة. لاحظ أن خصم الكمية يخصم من قيمة المخرجات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. الحل: الضريبة المستحقة على القيمة المضافة بتساوي قيمة المخرجات ناقص خصم الكمية المحسوب على المخرجات في 14% ناقص الضريبة على القيمة المضافة المحسوبة على المدخلات. إذن 300,000 جنيه قيمة المخرجات ناقص 300,000 في 30% قيمة خصم الكمية، الفرق مضروب في 14% ناقص قيمة المدخلات 180,000 في 14% المجموع أو الفرق يساوي 12,600 جنيه. تمرين رقم 7: الآتي يتعلق بإحدى المنشآت المسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة عن شهر يونيو 2018. باعت المنشأة سلعا مستخدمة بواسطتها بمبلغ 150,000 جنيه، وأن الضريبة العامة على المبيعات المدفوعة عند شراء تلك السلع بلغت 25,000 جنيه. المطلوب احسب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بيع تلك السلع المستخدمة في الحالتين الآتيتين: 1. السلع المباعة سبق شرائها في شهر فبراير 2016 يعني قبل سنتين. 2. السلع المباعة للطرد الثاني، السلع المباعة سبق شرائها في مارس 2017 يعني لم يمر على بيعها سنتين من تاريخ شرائها. نمرة 1: حيث أن السلع المستخدمة بواسطة منشأة والمباعة يتوافر فيها ما يلي: سبق شراؤها جديدة مستخدمة بواسطة نفس المنشأة القائمة بالبيع لمدة تزيد عن سنتين. إذن تخضع هذه السلع للضريبة على القيمة المضافة على أساس 30% من قيمتها البيعية، ولا يتم خصم الضريبة المدفوعة عند الشراء، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 فقرة رقم 1 من القانون. إذن ضريبة القيمة المضافة 150,000 في 30% علشان نصل إلى 30% من القيمة البيعية في 14% يطلع 6,300 جنيه. تمرين رقم 3: منشأة خدمية وليكن مكتب محاماة مسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتقدم خدمات لا تخضع لضريبة الجدول، وفي ما يلي بيانات تخص شهر إبريل 2018. قيمة الخدمات المقدمة للعملاء خلال الشهر بلغت 100,000 جنيه، وبلغت قيمة المدخلات المشتراة خلال الشهر واللازمة لمزاولة النشاط 10,000 جنيه. تمرين رقم 9: فيما يلي بيانات شحنة مستوردة من الخارج بواسطة أحد المستوردين عن شهر يوليو 2018. طبعا المستورد مفروض أنه هو مسجل لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة ولا داعي لذكر ذلك. عدد الأجهزة المستوردة من تلفزيون 32 بوصة 100 وحدة، فوب 200 دولار أمريكي للجهاز الواحد. تكلفة الشحن 1000 دولار أمريكي. تكلفة التأمين على الشحنة 1000 دولار أمريكي، وعمولة السمسار الأجنبي 500 دولار.
تكلفة التفريغ بالميناء والأرضية بلغت 2500 جنيه، الضريبة الجمركية 30%، الرسوم والضرائب الأخرى بالدائرة الجمركية 10,000 جنيه، سعر صرف الدولار الأمريكي 17 جنيه. مطلوب 1. احسب ضريبة القيمة المضافة على الشحنة المستوردة. 2. احسب التكلفة الاستيرادية للشحنة ولكل جهاز تلفزيون مستورد. الحل: القيمة فوق 200 دولار في 100 تلفزيون مستورد في 17 جنيه سعر صرف الدولار 340 ألف جنيه. تكلفة الشحن 1000 دولار في 17 جنيه 17,000. تكلفة التأمين 1000 دولار في 17 جنيه 17,000. عمولة السمسار الأجنبي 500 دولار في 17 جنيه 8500. تفريغ وأرضية بالميناء 2500 جنيه. المجموع ده يمثل وعاء الضريبة الجمركية 385,000. بنحسب الضريبة الجمركية بالسعر المعطى 30%، يبقى إذن الضريبة الجمركية 385,000 في 30% 115,000. نضيف على الناتج رسوم وضرائب الدائرة الجمركية 10,000 جنيه، وصلنا إلى وعاء الضريبة على القيمة المضافة 510,500. الحل: لاحظ أن أجهزة التلفزيون 32 بوصة لا تخضع لضريبة الجدول، حيث تخضع فقط للضريبة على القيمة المضافة. إذن الضريبة على القيمة المضافة بيساوي وعاء الضريبة على القيمة المضافة المحسوب سابقا 510,000 جنيه في سعر الضريبة على القيمة المضافة 14% بيساوي 71,470 جنيه. التكلفة الاستيرادية للجهاز الواحد عبارة عن وعاء الضريبة على القيمة المضافة 510,500 على 100 يطلع 5,105 جنيه. لاحظ أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند استيراد السلعة لا تعتبر من التكلفة، حيث يتم خصمها عند البيع في السوق المحلي. تمرين رقم 10: البيانات الآتية تتعلق بإحدى شركات التصدير المسجلة لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة عن شهر إبريل 2018. بلغت قيمة السلع المصدرة للخارج خلال الشهر 202 مليون جنيه. إجمالي قيمة مشتريات السلع المصدرة خلال الشهر والخاضعة للضريبة على القيمة المضافة 1,200,000 جنيه. لا توجد أي عمليات استيراد خلال الشهر. المطلوب حدد ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال الشهر. الحل: تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المصدرة للخارج بسعر صفر، وعليه فإن ضريبة القيمة المضافة على المدخلات المصدرة يتم ردها بمبلغ 1,200,000 جنيه في 14% يساوي 168,000 جنيه، ترد للمصدر من خلال الخصم من الضريبة المستحقة خلال الشهر أو الشهور التالية.